ما زال الشباب اليمني في المهجر يثبتون أنهم قادرون على تحقيق المستحيل وإثبات قدراتهم ونجاحاتهم أينما رحلوا. هذا ما جسده الشاب والباحث اليمني مروان فرحان سيف الكمالي، الذي منحته أكاديمية علمية أوروبية درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، نظير تفوقه في البحوث العلمية التطويرية في تخصصات علمية نادرة للغاية. أنا الباحث مروان فرحان الكمالي، طالب في مرحلة الدكتوراه بمجال التكنولوجيا وتقنية النانو. اخترت هذا التخصص والمجال لما له من أهمية كبيرة فيه، فهو أحد المجالات المستقبلية الواعدة التي تخدم عدة جوانب، منها الجانب التقني والطبي وصناعة الإلكترونيات والطاقات البديلة. كوني أحد المحبين والشغوفين للعلم، خصوصا الجانب المرتبط بالتكنولوجيا والتطور التكنولوجي، ساعدني هذا على اتخاذ القرار للمضي قدما في هذا المجال. والحمد لله الذي وفقني لأن أحصل على المركز الأول في مجال العلوم البيئية والتقنية، ولقد عرفت بهذا الأمر عقب التواصل معي في شهر يناير من العام الجاري، حيث أبلغت باختياري كأفضل باحث شاب متميز، وسيتم تكريمي ومنحي جائزة الدولة التشجيعية في مهرجان العلم البيلاروسي الذي سيعقد أواخر الشهر نفسه، وسوف يرأسه رئيس الولاية شخصيا. الكمالي مروان зарекомендовал себя как действительно очень талантливый молодой человек, и самым важным моментом является то, что очень ответственно и добросовестно относится к своей работе, в смысле учебе и работе, и тем поручениям, которые ему были давались. Выполнение заданий, плана работы, связанного с обучением именно в аспирантуре и, соответственно, подготовкой научных работ, постановка эксперимента, действительно, в этом плане он не только как исполнитель, но и как человек, который способен анализировать, сопоставлять и делать разного рода выводы. Поэтому результатом такой работы действительно стало то, что в рамках вот конкурса, который проводился в нашем регионе, в Гомельском регионе Республики Беларусь, его работа в области технических наук заняла столь достойное место и получила премию. Это приятно и важно не только для университета нашего в целом, но и говорит о том, насколько ответственные и добросовестные отношение граждан Йемена к своим обязанностям, к учебе, ну и к тому, что действительно они приехали и выполняют ту задачу, которая, в общем-то, перед ними была поставлена республикой. نشر مروان الكمالي أكثر من 60 بحثاً وعملاً علمياً في مجال تصنيع المواد المركبة وإنتاج الأهداف والأفلام والمساحيق الدقيقة والنانوية لاستخدامها في الإلكترونيات الضوئية والاستخدامات الطبية كمضادات الميكروبات. نشر عنه في الصحف الروسية وما نشر عنه وما قاله عنه رئيس الجامعة حقيقة يعني يطلق الصدر، يقول له أنت شاب فخر لكل أقرانك، فخر لكل اليمنيين، لست فخر لنفسك يعني. والحمد لله أعتقد أن أسرة الكمالي هي كلها أسرة علم، ودائما من النادر أن تجد واحد من أسرة الكمالي غير مهتم بالتعليم. لا أخفي عليكم مدى السعادة التي غمرتني بما حققته ووصلت إليه، وأنا ما زلت أتطلع للمزيد من التقدم العلمي والمعرفي حتى بلوغ مرتبة علمية متقدمة في المستقبل القريب إن شاء الله. الشكر موصول لكل من دعمني وساندني ووقف إلى جانبي، كل باسمه وصفته، لا أستثني أحدا. ولا أنسى أن أشكر من شاركوني هذه الفرحة، سواء من تواصل معي منهم هاتفيا أو عبر التواصل الاجتماعي، أو بما في ذلك التواصل الاجتماعي بمنصاته المختلفة. وشكر خاص جدا لكم أنتم في قناة السعيدة
التي نالني من اسمها نصيب وافر من السعادة بهذا اللقاء. تفاجأ الكمالي باتصالات ومراسلات أعضاء الأكاديمية ورئاستها وهم يهنئونه بالفوز بالمسابقة كأول طالب أجنبي من خارج بيلاروسيا يحصد هذه الجائزة العلمية. وعلق الكمالي بأنه حينها أدرك أنه رفع اسم بلاده اليمن عاليا وصار ممثلا لها في هذا المجال العلمي النادر. كما سعد الكمالي بتفاعل أبناء بلاده عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فخورين به وسعيدين بإنجازه العلمي الكبير.